حصل عبد الحكيم على وظيفة محاسب عند أحد التجار، وأصبح يتقاضى أجراً ثابتاً نظير عمله. بات طارق عبد الحكيم مسؤولاً عن الصرف على والدته وإخوته بعدما نجح في تأمين بيت مستقل للعائلة. شهد طارق عبد الحكيم آلة العود للمرة الأولى حين جاء الفنان حسن جاوة لزيارة الطائف قبل أن يقرر شراء آلة مشابهة. اصطدم عبد الحكيم برفض والدته وخاله لاقتناء العود أو عزفه بناء على العادات والتقاليد المحلية. محمد سرور الصبان أو ولده طبعا كانوا من أهل مكة المعروفين جدا، يعني كان عندهم الراديو، كان عندهم الجرانافون، فيجيب الأسطوانات والأشياء ذي من اليمن ومن الأشياء ذي تجي لهم بسهولة، كان يسمعها كسماعي بس. ولكن الشيء اللي حببه في الموضوع، في يوم من الأيام قالوا في حفلة في الطائف جاي فنان اسمه حسن جاوة، كان ما يتعدى 15-14 دوبه في هذا، طلع يبغى يشوف. رأى رجل داخل بالتوب الأبيض بالسديري، كان معروف الله يرحمه الأستاذ حسن جاوة إنه مهندم وكوفيته هذه والطاقية، يعني كان العمة والشال كان ينحط. فيوم ما دخل لقى الناس كلهم مهتمين في الرجل هذا، جو جلسوه في صدر المجلس. أيامها كانت تعرف الدخان فرط وهذا، لفوا له الدخاخين قدامه، العصير المانداري الشاهي يجي له لين حده، ونحن وكان يعني يقولوا التانيين يعني متى يجي لهم الشاي إيش الموضوع. فشوية مسك آلة غريبة أول مرة أشوفها اللي هي آلة العود، فبدأ يدندن فيها. هنا جاء الحب، هنا جاء الحب، حب الشكل الفنان، حب الآلة اللي قاعد يعزف عليها. وطبعا يوم ما قال يا ليل يا عين حسن جاوة مسكه بزيادة، فصار اتجاهه كله يبغى يشوف هذا إيش هي. فراح من 15 ريال اللي وفرها الأمه اشترى فيه عود.